عجبك طارق حامد والقصه بتاعته؟ يا طارق حامد برضه عشان نوضحها، طارق حامد استأذن، هو اتعمد في ماتش امبن ياخد الانذار هو ليه دايما الزمالك كل حاجه على السوشيال ميديا؟ يعني ليه الزمالك يعلن عن ازمته مع طارق حامد في السوشيال ميديا ورد طارق حامد يبقى على السوشيال ميديا؟ ده غلط، هو ده غلط، بس بقى بيني وبينك بقى خلاص بقت السوشيال ميديا قلنا غول وبيفرض نفسه. ما هو ماشي، ما هو لكن انت تعمل كده غلط. هو مين طبعا اصلا جاب سيره طارق حامد او قرب طبعا من طارق حامد؟ غلط غلط طبعا في توقيت زي ده. بس هي الفكره ان طارق حامد اما خد الانذار الثالث، اما تعمد ياخد الانذار الثالث تعمد. طبعا عشان كده كده هو قبل الماتش قايل لهم ان انا خلاص، انا قال لمستر بيريرا انا تعبان عايز اروح اشوف ركبته. فاوكي ماشي، فهو برضه ذكاء منه انه يقول لك عشان لو ثلاث ماتشات خلاص الانذارات تروح يعني. فهو كان الاتفاق ان هو اربع خمس ايام، لكن مش الفتره دي كلها. لا لا يعني كتير يعني برضه كتير، مهما اصل انا مش فاهم هي فتره اعداد ولا ايه ولا ايه. لكن هو من بدري طارق حامد واخد قرار خلاص، طارق حامد مش مع الزمالك، مش مكمل. لا مش مكمل بعد 30/6 وخلاص. الفتره دي اللي انا سمعته ان هو خلاص خلص في السعوديه خلاص. يعني اللي انا سمعته بنسبه كبيره جدا جدا خلاص ان هو خلص في الفتره دي في السعوديه، ويقال ان هو سافر من بره برضه راح وخلص كل حاجه. اداره الزمالك قالت ان هو قال لهم انا راح 48 ساعه دبي. لا 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 هو اللي فطارق قال، نزل الورقه اللي قدمها لجهاز لا الكوره. لا لا انا بقول لك، بس هو نزل الجواب الحقيقي الراجل. لا ما هو لازم يعمل كده، بس هو راح وقال ان انا مسافر اسبانيا عشان ركبتي وهتابع مع الدكتور والجهاز الفني وافق له، بس برضه في نفس الوقت وافق له خمس ايام. مش ده بتتكلم في شهر ويه دلوقتي، شهر ونص. طب مش في متابعه من الجهاز الطبي؟ في متابعه طبعا، لكن هو خلاص بعد يعني هو ايه سافر شهر؟ هو كتير قوي. وبعدين هو طارق يعني حتى لو انت ماشي، ما برضه في التزام لغايه ما تمشي. ما انا نفسي كان اللي ماشي طارق لعيب كبير وعمل مواسم ولا اروع مع الزمالك، يبقى الخروج من الباب الكبير زي ما انت لعيب كبير تخرج من الباب الكبير. بس هو خلاص بعد القعده والاتفاق ان المبلغ كبير ومش هينفع او الكلام ده، خلاص هو واضح ان اللي عنده هو واخد او واخد قرار ان هو يلعب في الخليج وفي السعوديه. يعني طارق حامد انت شايف بنسبه كام في الميه بره الزمالك؟ 100%؟ اعتقد 100%. بن شرقي؟ لا بن شرقي لسه في كام في الميه بره الزمالك؟ 80%؟ 70%. 70%. ابو جبل يعني 90%. 90%؟ طبعا. ياه. ما خلاص الزمالك خلص سي سي. خلص مع بسام الزمالك خلاص. بس بسام عنده مشكله ان هو ماضي في البنك الاهلي، القصه فبيشوفه يعني. لكن بسام رزاق سي قريب من الزمالك 100%. ما هو لو الجهاز الفني موجود زي ما هو، انت ما تعرفش بكره في ايه. ما هو مش عايزين سي سي، لكن سيسي ممكن ياخد بالك، متاح يعني، متاح. بس قال انه خلص في الاتحاد خلاص. ما هو متاح، انت لو عايزه الراجل هيقعد معاك. بس هو قال انه مضى في الاتحاد. ما هو لاخر لحظه سيسي هو واضح حتى في التركيز في التدريبات الراجل مش مقتنع بيه او مش عايزه. لكن انت لو انت كنت عايزه كسيسي موجود مش بس بيقال انه حتى لو الزمالك عايزه دلوقتي هو مضى. خلاص عايزه دلوقتي يعني يعني انا اعتقد ان انا لو الراجل لو قال عايزه يقعد ما فيش مشكله يعني. ماتش القمه صعب على الزمالك؟ طبعا لازم، صعب على الفرقتين، صعب على الاهلي وصعب على الزمالك. طب انت لو قلنا فرص الفوز لكل فريق كام في الميه ده وكام في الميه ده؟ متساوي طبعا 50-50، واللي يقول غير كده دي 50-50 بحكم ان ده اهلي وزمالك بيلعبوا بعض، بعيد عن التشكيل واللعيبه والتجهيزات والكلام ده والاستعدادات، بعيد عن اي حاجه. ماتشات الاهلي والزمالك 50-50 ملهاش، لا ملهاش يعني. لا من هذا المنطلق انت تقول 50-50؟ كثيرا يبقى الزمالك افضل ويتغلي، وكثيرا بيبقى الاهلي افضل ويتغلي. لا بتحصل كتير. لكن على مستوى اللعيبه والتشكيل والتجهيزات مين افضل؟ لا الاثنين زي بعض برضه يعني. هو بعد النهارده امام عاشور، لا يعني النهارده امام عاشور تاكد ان هو هيلعب خلاص، تاكد. الجزيره ممكن يجي في اي وقت، المفروض انه على ساعات ويوصل يعني. لكن الراجل مقتنع بعمر سعيد اكتر. صح. لكن هو مش مقتنع بالاثنين قوي، بس يعني ده اقل من ده او ده اكتر من ده. سنه بسيطه. هو ما بيحبش اللعيب اللي بيلعب عليه، هو بيحب اللعيب التسعه. طبعا يعني طبعا ستايل تسعه. هو ده. حاول هو يعني هي مشكلته في مصر ان هو مش مقتنع بمركز 10، وان هو مش عايز نمره 10 وبيلعب اوباما في مكان جديد. هو عمال ويغير الطريقه مره واثنين وثلاثه، بس هو ادرك ان هو معهوش الكواليتي بتاع اللعيبه اللي كان 2015 اللي هو معروف يوسف واحمد توفيق. وانا عندي احساس ان الراجل اتغير برضه شويه. طبعا يعني طبعا مش هو برضه فيريرا بتاع زمان يعني. لا هو الفكره برضه الجهاز اللي معاه مش زي الجهاز التاني. دي اهم نقطه. الجهاز اللي هو ماسك فاركو دلوقتي اللي هو نينو، الجهاز المعاون يعني. الجهاز المعاون. لا انا بتكلم على الجهاز المعاون الاجنبي.
يعني انا بحس ان الكابتن اسامه نبيه بيعمل جهد كبير. اه طبعا، واحمد عبد المقصود وايمن طاهر، اه بصراحه ثلاثه مخلصين وثلاثه بيعملوا كل حاجه في الكوره، بس هو قرار اول والثاني والثالث ليه.